Je suis pas quelqu'un qui réclame le maquila ou la lma. حيت ما كنشربش الماء بزاف في النهار وما تناكلش بزاف في النهار. دوكو تندوز نهاري مزيان ترونكيل نقدر نتعصب شي شويه لاقاش ما دخلش داكشي اللي خصو يدخل لو كور نورمالمون في اليامات العاديه كسا سوا لو ولا كسا سوا لي بروتين ولا داكشي خصو يدخل تنتعصب مي جو سو بيان ما كانت رمضان على حتى شي واحد باهي مع راسها تي فهمتي اي توا اي موا انا كان فيك كنحس بالجوع بزاف حيت انا انسان كثير بجوع تاكل بزاف هذه انا شوفي انا يعني انا بالحياه الطبيعيه لما في الصبح اذا ما اكلت ما بقدر افكر فبرمضان بيكون عندي شغل بيكون عندي جهد بعمل مجهود كبير لاصوم ف والله ما اعرف شو بدي اقول لك هلا كثير جوعان انا هلا بعد ما كنت عم عيط على ماريا بالسياره وهي عم تعيط علي وصلنا لهون دغري هلا اوكي سي فغي والله تيت رمضان عليا وانا الناس كاع صايمين اصاحبي انا من قبل رمضان جيم بيان جيم با لا كويزين ماشي شي وحده نقول طباخه ماهره مي جيم بيان ندير هكا شي حوايج نقول دوق زوينه تبغي نختارها زعما اي ابارامون الي با ساتيسفي مي عايش مسكين عايش وصراحة المغرب جو بالمغرب هون بشجعك أكثر إنك تصومي لأنه عندكم أمبيونس لرمضان رائع رائع صور على الحمورية هاي واو عن جد فيعني جينا لهون وخليتونا هيك يعني نمشي برمضان بجو حلو وكثير مبسوط وإن شاء الله يعني أنا هذيك السنة قضيت شهر رمضان بالمغرب وهي السنة طمعت أن يكون بالمغرب كمان باي ذا واي أكلكم صحي بحس أكثر من غير بلاد لأنه بشوف أنه بتاكلوا بيض على الفطار بتاكلوا تمر بتاكلوا حليب من غير البريوات وهول الأشياء بس أنه بالنتيجة يعني غيركم كله بيعمل زيوتات ومقالي وهيك برمضان فلا بالعكس الصحن المغربي كتير بشوفه أنه لرمضان بحب البسطيلة هيدي الصغار وبحب البريوات كيعجبوني سوري الحريرة ما كانت عجبنيش أنا الوحيد بالعالم اللي ما بتعجبني الحريرة حتى أنت اتفقنا وباقي ما تبقى كل شيء بيعجبني أنا الحريرة كل مرة أنو قانتي شي مرات كتكون عندك لونفي تشربيها كتكوني مش هي ديك الحموضية ديالها وشي مرات تكون ما فيك ليا تشرب الحريرة تقولي أنت قلبيها انا وقانتي سينو اللي عندي ضروري كنبغي ناخذ التميرات كنبغي ناخذ ضروري تكون شباكي واخا نشوف فيها واخا ناخذ طريف صغير المهم ندوقها ومليويات كنبغي البريوات بزاف كنبغي لي بيتزا وداك الشيء التفاتف كناكلو بزقه من الحاجه وتنجلسو بغرير كثير طيب احنا كندير بغرير ولكن كندير فيه بحال الجبلي كيديروا البغرير مع القشطه والقطر عجبتك صراحة بون بيرسونيلمون حيت انا مغربية هو ما غاديش تشوفك ما غاديش يتبع انا اللي نقدر نقول لك هو سي لو دوزيام جور دو رمضان جي توجور با يو لوكازيون باش نتبع مي جو سوي تري اكسيتي كوميم دو فوار لا سيري اللي شاركت فيها ديال في اي بي اللي كانت عندي ان ابيزود فيها كوم ايتون غيست فرحانة بزاف باش نشوف كنتسنى داك النهار فوقاش يجي باش نشوف و سينو جيم بيان فوار لي تيلي فيلم اللي كيداروا في دوزيام اللي كيداروا باردون في رمضان لاقاش لي تيلي فيلم اللي كيداروا في رمضان تيكون فيهم بوكو ديفور بوكو دو اجتهاد يعني حتى تحطوا في رمضان واحد الوقت اللي ضيق والناس كلشي كيتفرج كنبغي نشوفهم تيعجبوني كيجوني مبدلين الافلام اللي كنشوفو في العام كامل عمل ديال شاركت فيه انا وكازيم هذا سكوب هذا ماشي غير انا وهو في حلقه وانا في حلقه كل واحد فينا عنده ان ايبيزود و سي فريمون سامبا تعرفت على التمثيل من واحد الباب اللي هو جديد اللي هو ان نوفو كونسيبت ما بغيتش نحرق المفاجاه ما عنديش الحق نهضر بزاف ولكن داكشي زوين سي فري كو في رمضان كنحمق لبس جلالب وفي رمضان فيما تنبغي نخرج كان خصني شي جليبه ولا شي حاجه كنبغي يكون ديفيرونت وانا الصراحه كنلبس في اليامات العاديه اللي تجين بزاف طالعين وهذا ماشي ما في رمضان تو با سورتي غافيك فهمتي سينو خصك تلبس شي حاجه فريمون طويله وانا كنفضل انني نبقى بلو
جلابة مغربية سي تتعجبني. أنا الجلابة نو ما عندي مشكل، بالعكس في هذا الطقس، في هذا الطقس زوينة الجلابة، ولكن ما عندي جلابة في الدار. صراحة ما كنت عامل حساب، هلا عملتي لي مشكلة معاك. في العرس قال لك خلقاته، في العرس حيث العرس كان عندي، كنت لابس الملابس ديالي أنا تحت الجلابة. كلمة أخيرة بغيت نقول لكم تنبغيكم بزاف، رمضان مبارك سعيد، إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمنى، والله يجمعكم في الخير ويعطيكم الرزق، وهذه هي الدعوة اللي بغيت تدعيوا لي داكشي باش دعيت عليكم. كنرحماق عليكم خوتي، I love you، رمضان كريم.